يوما بعد يوم لا أفاق واضحة حول مستقبل انتخابات الرئاسة في ليبيا. غموض المشهد مهد لما وصف ببروز دعوات لمصارحة الشعب باستحالة الذهاب نحو موعد 24 من ديسمبر. دعوة من مجلس النواب على لسان رئيس لجنة الشؤون الداخلية بالمجلس إلى تحمل مسؤولياتها في ظل وجود معطيات قوية تشير إلى ضرورة تأجيل الموعد الانتخابي. مجلس النواب المطلوب منا أن يعني إذا كان ناس في مازال عندهم شوية وطنية، معلش يعني نقول هذا الكلام، ولكن المفروض أن يأخذوا موقف ويطلعوا يحكوا للناس بشكل واضح أنهم هم حيسلموا السلطة في 24 ديسمبر، وأن الانتخابات أجلت لأسباب ربما يحكون عليها وربما مش مطالبين أنهم حتى يحكوا عليها، ولكن على الأقل يقولوا أن الانتخابات طبعا لم تتم في وقتها المتفق عليه اللي هو 24 ديسمبر. في لحظة خاطفة خفت صوت العقل في ليبيا. طرابلس مرة أخرى على صفيح ساخن تحت جنح الظلام. سيطرت مجموعات مسلحة على محيط مقر المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء في العاصمة على خلفية تعيين وإقالة آخرين بمنطقة طرابلس العسكرية من قبل الرئاسي، خطوة من شأنها تقويض مساعي المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز التي تسابق الزمن المتبقي لموعد الانتخابات في محاولة لإنقاذ الاتفاق السياسي. حجة التحرك العسكري طرابلس هو أكبر شيء عرقلت العملية الانتخابية وتفشيلها بشكل كامل، يعني هذا اللي نحن شفناه، وعندهم درايع كثيرة من بين يعني عودة القائد الميداني اللي هم حاطين يعني يعني كدريعة لخروجهم للشارع بأسلحتهم وسياراتهم المسلحة المدججة، ومما سبب في دربكة وسبب في حتى في رعب بين المدنيين يعني في طرابلس، وكل المدنيين في طرابلس يتأملوا أن الانتخابات تصير للتخلص من هذه الفوضى. الخلافات السياسية بين الفرقاء الليبيين أمر معلوم ومتوقع، إلا أن الخروقات الأمنية والتحركات المشبوهة للجماعات المسلحة في طرابلس ومدن المنطقة الغربية أماطت اللثام عن نية المعرقلين بتحويل مسار الخلاف من سياسي إلى عسكري، في خرق واضح لبنود الاتفاق السياسي التي نصت على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد أواخر ديسمبر الجاري. مع بدء العد التنازلي لرئاسية 24 من ديسمبر الجاري، شكوك كثيرة تتعزز لدى محللين حول عدم تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، سيما مع بروز خلافات داخلية قد تؤثر على سير العملية السياسية. فالقائمة الرسمية للمترشحين غير معلومة بعد، إلى جانب عدم انطلاق الحملة الانتخابية، ما يقلص من فرص إجراء الاستحقاق الانتخابي إلى أجل غير معلوم. أحمد بن عاشور، اليوم، بنغازي.